يصادف يوم الأربعاء الذكرى 230 للانتفاضة في جميع أنحاء إيران، بالتوازي مع الهجمات الكيماوية المروعة التي استهدفت تلميذات بريئات. عمد مسؤول النظام أيضا إلى تكثيف عمليات الإعدام. تم إعدام 12 من أبناء أهلنا البلوش، من بينهم امرأتان، في غضون 4 أيام فقط. وتشير تقارير المعارضة الإيرانية مجاهد خلق إلى وجود احتجاجات في جميع أنحاء إيران من قبل المتظاهرين الإيرانيين من جميع مناحي الحياة. وبدأ المتقاعدون التابعون لهيئة الضمان الاجتماعي التابعة للنظام في مدينة الأهواز بمحافظة خوزستان جنوب غرب إيران يوم الأربعاء مسيرة حاشدة احتجاجا على وضعهم المؤسف. وواصل عناصر النظام هجماتهم بالغازات الكيماوية على فتيات المدارس يوم الأربعاء. يشير التقارير الواردة من سنندج عاصمة محافظة كردستان إلى استهداف مدرسة برفين اعتصام الابتدائية لبنات فقط، كما تعرضت مدرسة حضرة زينب الثانوية لبنات في مارغان شمال غرب إيران إلى هجوم بالأسلحة الكيماوية من قبل عناصر النظام يوم الأربعاء، واستهدف عناصر النظام مدرسة أخرى في يزد وسط إيران. وفي تقرير من أصفهان بوسط إيران، نظم طلاب جامعة الفنون المحلية اجتماعا يوم الأربعاء احتجاجا على إجراءات المضايقة المتصاعدة من قبل سلطات الحرم الجامعي ضد الطلاب. وفي تقارير أخرى وردت من هذه المدينة، نظم عمال البلدية تجمعا اليوم احتجاجا على مطالبة مسؤولي النظام باحترام حقوقهم والاعتراف بها. وفي تقارير أخرى واردة من هذه المدينة، نظم المعلمون والتربويون مظاهرة خارج إدارة التعليم بالمحافظة للمطالبة بالاعتراف بحقوقهم واحترامها. وعقد سكان قرية قرى حسنلو بالقرب من مدينة أورومية في شمال غرب إيران تجمعا يوم الأربعاء للاحتجاج على سياسات النظام في مصادرة أراضيهم. وعقد عمال وموظفو إدارة المياه والصرف الصحي في بلدة لالي بمحافظة خوزستان جنوب غرب إيران اجتماعا يوم الأربعاء للمطالبة برواتبهم المتأخرة. وفي قزوين احتشد الأشخاص الذين قدموا دفعات مقدمة لشراء منازل من خلال مشروع النظام مسكن مهر خارج مكتب الحاكم مطالبين بمنازلهم. وهتف أهالي حي شهرك باقر بالعاصمة طهران مساء الثلاثاء بهتافات مناهضة للنظام، منها ليسقط خامنئي ويسقط الدكتاتور. شكرا للمتابعة.